المطريه وعين شمس وبعدين بيطلع للسويس. نعم. كان لما كان بيروح السويس كان ماشي في تقريبا زمان يعني كان في صحراء ما كانش حد بيركبه غير ابطال ورجال القوات المسلحه اللي رايحين السويس وعجرود وعويبد وما الى ذلك. نعم. لما بدا يبقى فيه مدن جديده على جنبي الخط بدر نعم على الخط الشروق على الخط مستقبل العبور المستقبل كل الكلام ده بقى على جانب الخط فكان لازم يتطور الخط. طب لما نطور الخط واحنا جايين بقى معدين على عدل منصور طب ما احنا نعمله بقى في محطه نهائيه ليه ونطوره ونعمل خدمات ليه نعمل له الزواج نمشي عليه كل انواع القطارات الجديده من اول التحيا مصر لحد الروس لحد الطلجو. يمكن يعني النهارده هنا بيمشي التلجو والروس وهنا ولا هنا لسه هنا الروسي وتحيا مصر موجودين طلجو لسه لان احنا القطارات عاملين خطه يعني هنا ما بقاش القطر القديم خلاص اتفضل هنا بقى حضرتك قلت هنا ده المكان ده لما الراكب جاي من المترو او ال ار تي او الاتوبيس ورايح السويس طب قدامه ربع ساعه نص ساعه ورايح السويس او جاي من السويس والعكس ورايح اي مكان تاني يجي يلاقي هنا منطقه فيها كافتريات يشرب حاجة ياكل حاجة بعض الحاجات اللي ممكن تتباع زي الهدايا او شوكولاتات او بن او غيره منطقة استثمارية طب الله كويس ده كويس برضو 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 ليه عملنا كده عشان اولا راحة الراكب الحاجة التانية موضوع مهم جدا منهم كتير طبعا ليه النهاردة لو انا حملت مصاريف تشغيلي كلها على التذكرة التذكره هتبقى غاليه جدا ومش يقدر يدفعها الراكب وحتى الحكومه لما تدعمها برضه يبقى بعيب كبير جدا عن الحكومه فلازم نجد مصادر اخرى لتمويل التذكره كويس وتمويل مصاريف التشغيل مش يعني يعني المحلات دي اللي متاجره العائد بتاعها ان انا بخفض سعر التذكره ايوه مش عايز اغلي ابدا لو ما عنديش ده كان ممكن سعر التذكره انا قلت لحضرتك انا عندي كويس وموارد ومصاريف تشغيل الموارد دي الرئيسي فيها سعر التذكره ولكن لو اعتمدت عليه لوحده هتبقى التذكره غاليه جدا واطلب دعم من الـ من الـ من الحكومه كتير جدا فكل فراغ كل فراغ وحياتك هتشوف بعض الحاجات النهارده وممكن تشوف بعد كده كل فراغ سواء في محطات ال ار تي او محطات القطر الديزل العادي القديم بعد تطويرها او محطات المترو او محطات المونريل او محطات القطر السريع هتبص تلاقي فيها اماكن استثماريه تدر دخل وعائد على الهيئه فلوس بيدفعوا طبعا بيدفعوا هو النهارده رايح السويس عايز يشتري حاجه نسى يشتري حاجه من رمسيس او من العتبه او جايبها من بيته وعايز يشتري او يقعد ياكل سندوتش او يقعد يشرب كوبايه شاي هنا هيدفع فلوس وبرده احنا مش هنقول بقى ايه احنا بندفعه بس هل غالي قوي لا والله يعني الى حد ما زي لو قعد على اي كافيه في اي حته كويس ف يعني برده حريصين على انه اللي هياخد خدمه بسعر كويس طبعا مفيش استغلال يعني لا ابدا نعم. طب النهارده لما اصرف لما اخد قرض يا استاذ احمد نعم ارجع تاني الحته